عدد كبير من النجوم والمطربين بدأوا انهم يفكروا انهم يحيوا حفلات في المحافظات والاقاليم بعد ما كان كل تركيزهم على احياء الحفل في العاصمة او في المدن الساحلية. كاميرا عربود قابلت الفنان رامي صبري في لقاء حصري للبرنامج وكلمنا عن احساسه باحياء الحفل في المنصورة. كتير منصورة كتير، بس النهاردة عشان العيد فالحفلة تبقى اكبر ان شاء الله. هغني اجمل ليلة عمري وتعالي والاغاني بتاعتي والكلمة وجوايا تعيش الاغاني بتاعتي يعني. رامي حاليا بيستعد لاختيار اكتر من اغنية عشان يكمل بيهم البومه الجديد. سألناه عن اعماله واغانيه الجديدة وكلمنا عنها. بعمل البوم الجديد اللي جاي، لسه كنت في تركيا ولسه راجع قبل رمضان، رابع يوم رمضان، وخلصت النص او 60% من الالبوم، ان شاء الله هينزل على اخر السنه باذن الله. امير طعيمه، تامر حسين، توزيع طارق توكل، تميم، توما، سجلت العشرة كلهم يعني على اول السنه دي ان شاء الله او السنه الجايه.